تعمل وزارة الداخلية على التوسع في تنفيذ أحكام قانون العقوبات البديلة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. وفي هذا السياق تم خلال الأيام الأخيرة تطبيق القانون على 182 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ليصل عدد المستفيدين من تنفيذ أحكام القانون منذ بدء تطبيقه وحتى اليوم إلى 4693 مستفيدة. أشكر سيدي جلالة الملك المعظم وسيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وكذلك أحب أهني سيدي وزير الداخلية لهذه المكرمة من جلالة الملك المعظم التي استفدت في الفترة اللي فاتت ولقينا كل الحقوق الحمد لله، كذلك لقينا كل الاهتمام من مركز إدارة الإصلاح والتأهيل من ناحية الصحية، وكانت هناك متابعة وجدية بكل حقوقنا في داخل مركز الإصلاح والتأهيل، وهذا شيء إنما ينوم عن حقوق ومكانة البحرين لاهتمامها بمكانة الحقوق. أشكر جلالة الملك وزير الداخلية وإدارة العقوبات البديلة على إتاحة هذه الفرصة، وإن شاء الله هذه غلطة ما نكررها بإذن الله. أشكر قسم الإصلاح والتأهيل، وايد وايد شكر لكامل موظفين لأن ما قصروا ويانا، معاملة طيبة وكل شيء يعني هناك يعني متوفر لنا، يعني ما تتوقع من عيادة من كل شيء أشكر جلالة الملك المعظم، وأنا شعور فيني يعني لا يوصف على عقوبات البديلة، وأنا الطير حرة الحين، و يعني الله يقدمني ان انا امشي في الطريق في الصلاح بهاي السعاده وهالوناسه، واشكر جلاله الملك المعظم من كل قلب. اشكر جلاله الملك المعظم على المبادره الانسانيه اللي خلتنا ننخرط في المجتمع مره ثانيه بخصوص العقوبات البديله، والحمد لله رب العالمين. هاي مبادره من جلاله الملك ومن رئيس مجلس الوزراء الشيخ سلمان حفظ الله ورعاه ووزير الداخلية، اللي خلتنا نرجع مرة ثانية إيش حياتنا الطبيعية ونرجع حق أهالينا. هاي بروحها تكفي من رب العالمين. أنا أحد المستفيدين من العقوبات البديلة، وأشكر جلالة الملك المعظم على منحنا الفرصة، ومشكورين وإن شاء الله من أحسن لأحسن. نشكر جلالة الملك المعظم لأن بصراحة أدخل السعادة والسرور على قلوبنا اليوم، ولدنا صار لمدة طويلة ما شفناه، واليوم احنا مستانسين وفرحانين والحمد لله رب العالمين. اكرر شكري لصاحب الجلاله المعظم حمد بن عيسى